شوفوا الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا واش واقع، شوفوا خويا مسكين غيبوبه ولقيته في الامبولانس من شهور ليحينو ليحينو بحال هكا. سيدنا جبريل حقنا الله يرحمه. انا ما بقيت لا غير ما نقول انا بغيت حق خويا يبان، بغيت خويا حقو يبان. خويا مريض، حنا خسرنا عليه الفلوس باش يتعالج، ما كنخليوش يخرج من الدار. خويا ما كيضرب ما حتى شي حاجه، خويا انسان مسالم مسالم، ما كيضرب ما حتى شي حاجه. عطيني الطريطمو، الطبيب مخرج لي الطريطمو ديالو، متبعين عليه وكل شيء. مضروب دابا في جره الودن، في دره الودن، مضروب في كتفه، مضروب في فخده، ومضروب في راسه، وجهو منفوخ، وجهو منفوخ. شو حالته كيدايره؟ واش هاد الحاله دي حاله انسان؟ واش عندو النفس وعندو انا خدش حضور نور الدين. انا دابا كاينه في المستعجلات ديال بن رشد، خويا تفقد لينا البارح، ومشينا بوزينا واحد الديكلاراسيون في الدار الحمراء. الوقت اللي بوزينا الديكلاراسيون ديالنا ما عيطوا لينا ما حتى شي حاجه. خويا جا عند لقاوه البارح وما عيطوا لينا ما حتى شي حاجه. اليوم حتى لتسعود لاروب ديال الليل عاد باش عيطوا لينا. الوقت اللي عيطوا لينا اش قالوا لي؟ قالوا لي جا عندنا الدار الحمراء راه حنا لقينا خوك اللي مفقود. الوقت اللي مشيت، الوقت اللي مشيت قلت ليه فين هو خويا؟ قال لي اخوك في السبيطار. قلت ليه مالو؟ قال لي مشينا نديروا ليه واحد التحاليل على قبل راسو باش نتاكدوا بانه عنده مرض نفساني. من جبت لهم الوراق والادله، ها انتم اخوتي، هادو سيرتيفيكات ديولو، هادو الوراق باش كندوزوا ليه ابار على الوراق ديال 36. الوقت اللي شفت خويا من قالوا لي سيري للسبيطار الحسني، ومشيت للسبيطار الحسني، اش لقيت؟ ها الحالة اللي لقيت فيها خويا. شوفوا الناس، شوف سيدنا، شوف شنو واقع في البلاد وانت ما كتشوفش. شوف السيد اشنو وقع ليه. خويا عنده مرض عقلاني، ما كيعقل على حتى شي حاجه. حنا خوته ما كيعقلش علينا. خويا ما كيضرب، ماشي عدواني، ما كيضرب ما حتى شي حاجه. شوفوا هاد البوليس اشنو داروا ليه. الوقت اللي قالوا لي بانه مريض، من جيت نشوفه، مشيت من جيت للسبيطار بن رشد، عاود من هنا ليرجون ديال بن رشد، وجيت شو اش لقيتو؟ لقيتو لا حاله لا يرثى لها، لا يحنوا في الامبولونس، بلا باياس، بلا حتى شي حاجه. قال من مشيت عندهم انا اش قالوا لي؟ قالوا لي بانه دخل على شي مراه كبيره. خويا ما كيعقلش، خويا ما كيعرفش الديور ديالنا حنايا، ما كيعقل على حتى شي حاجه. الا ما قلتي لي انا راه كنعرفك وانا عارف لي انا ما يتفكركش. الوقت اللي قال لي انا راه دخل على السيده، هذاك الشيء علاش راه جابوه الناس لينا هنا البوليس البارح. من هما اشنو واقع؟ لومبيلونس جات من جات تم الدار الحمراء هزت خويا. لومبيلونس ما هزتش خويا من شارع عام، لومبيلونس ما هزتش خويا من الطريق، هزته من الدار الحمراء. من الدار الحمراء انا سولت في سبيطار الحسني، وسولت في هنايا في بن رشد، ما خليت فين سولت، وجمعت جميع التقارير بان خويا ضرب في الدار الحمراء بكثره ما كيقولوا ليه. هو كيضربوه، كيقول ليه انت فين كتسكن، هو كيقول لهم هذه ولا هذه، وكيقلب الهضره. حقاش خويا ما كيعقلش اشنو كيقول؟ يقدر يقول لك انت امي، يقدر يقول لك انت اختي، ولكن راه هو ما كيعقل على حتى شي حاجه. شوفوا 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 شنو وقع ليه، شوفوا خويا شنو وقع ليه. شوفوا خويا في حاله غيبوبه، ضربوه جيت ضرت الودن، جيت الدره ديال الودن، هاد البلاصه كلها زرقاء ليه. شوفوا اخوتي شوفوا، دابا من جابوه السبيطار ما داروا ليه السكسيجة، ما داروا ليه لا سيروم لا حتى شي حاجه. اش قالوا لي؟ من مشى البوليس وشاد خدا التقرير الطبي وداك الشيء ومشى قضى غرض ومشى، اش قالوا لي انا؟ اشنو قالوا لي؟ قالوا لي خاصك تجيبي لومبيلونس، انت تجيبي لومبيلونس بريفي وتهزيه. وهما قبيله كيقولوا لي خوك راه الاعتقال. علاش خويا راه الاعتقال؟ علاش؟ علاش خويا راه الاعتقال وانا نمشي نجيب اومبيلونس؟ علاش؟